معانا عبر سكايب دكتور أشرف عقبة، رئيس قسم الباطنة العامة والمناعة بكلية الطب جامعة عين شمس. يا دكتور أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا يا فندم. خلينا الأول بس نعرف، هل بالفعل خلاص بعد ما منظمة الصحة العالمية نزلت بيان قاطع بشأن فكرة إنه لن يختفي الفيروس مع ارتفاع درجة الحرارة، هل ممكن يبقى فيه كلام تاني يفند هذا الكلام كما تعودنا في أي معلومات تخص هذا الفيروس؟ دي معلومات الحقيقة مبنية على مجموعة كبيرة من الأبحاث، وتم فعلا عمل أبحاث على طبيعة الفيروس وتأثر الفيروس بدرجات الحرارة ودرجات الرطوبة المختلفة، وفي بعض الدراسات يعني أثبتت إنه يتأثر معدل الانتشار باختلاف درجات الحرارة، وإنه كان يعني الانتشار كان أكثر في البلاد الباردة واللي فيها درجات رطوبة أقل. ولكن بعض الدراسات الأخرى أثبتت إنه مع ارتفاع درجات الحرارة ممكن قدرة الفيروس على الانتشار تقل، وكمان إذا زادت نسبة الرطوبة عن 9 جرام في المتر المكعب. لكن لا زال لسه إحنا بنتكلم على فيروس مستجد، وبالتالي محتاجين مجموعات أكبر من الدراسات تتكلم على الفيروس وتأثير درجات الحرارة ودرجات الرطوبة عليه، عشان نقدر يبقى عندنا بيانات دقيقة. لكن أنا عايز أقول إنه الوسيلة الوحيدة المتاحة حاليا هي الوقاية، فإحنا بنعتبر دلوقتي الوقاية هي الدواء الفعال الوحيد، وليس هناك دواء كيميائي أو لقاحات حتى هذه اللحظة. وبالتالي إحنا علينا الاعتماد على كل أساليب الوقاية، لأنها هي دي الوحيدة اللي نقدر نعتمد عليها، وهي فعلا دي اللي أثبتت إنها بتقلل الانتشار والإصابة. طيب المعدل النهارده بنتكلم على 215 حالة إصابة جديدة، بنتكلم على 10 حالات وفيات. عايزين بس نشوف الأرقام يا هلال بعد إذنك النهائية. عدد الإصابات كده وصل ل 4534 حالة، عندنا 317 حالة وفاة. هذه الأرقام تشير إلى إيه؟ إحنا فين من القصة دي؟ وهل بالفعل زي ما قالت بعض الأبحاث إنه ربما على نهاية أو منتصف مايو يكون الفيروس حصل له انحسار في مصر، ولا كمان كل ده يدخل ضمن يعني كلام غير دقيق؟ لا، احنا الحقيقة نقدر نحلل البيانات اللي وصلت لنا لغاية هذه اللحظة. عايز اقول ان احنا بنعتبر اعتبارا من بداية حظر الجدول الجزئي اللي تم من حوالي اسبوعين او اكثر، احنا معدل الانتشار معدل تقريبا ثابت، وما دخلناش في المتوالية الهندسية اللي كنا متخوفين منها. لكن نقدر نقول ان معدلات الانتشار في مصر حتى هذه اللحظة هي معدلات تقريبا ثابتة، يعني بتتأرجح بين ارقام خفيفة، هي متوسطة حوالي 180 200 158، يعني لا تزيد عن هذه الارقام حتى هذه اللحظة. وده في حد ذاته الحقيقه يعتبر انجاز، لانه احنا نقدر نقول ان معدلات الانتشار او الاصابه حتى هذه اللحظه معدلات ثابته. ثابته وان كانت بتزداد شويه وتقل شويه، لكن الزياده والنقصان اللي بيحصل فيها ما يعني ليس له اي دلاله على انه في متوالية هندسيه كما كان هناك تخوف من الانتشار. يعني الارقام دي بالمؤشرات دي تقول انه احنا ان شاء الله هنكمل في هذا المعدل، وانه التخوفات اللي كنا كلنا بنتخوف منها في الاول انه السقف المصابين او الوفيات يرتفع، ان ده السيناريو ده ان شاء الله ما عادش مطروح. لا زال مطروح طبعا، لانه بالتالي ده معناه ان نجاح المنظومه حتى هذه اللحظه انها تخلي المنحنى مسطح، يعني ما فيش زيادات، في زيادات متفاقمه. لكن الضروري جدا سبب الحكايه دي هي الاجراءات اللي تم اتخاذها، وبرضه عايز اقول استجابه المواطنين الى حد ما، لكن لو كان في استجابه اعلى من كده اكيد معدلات الانتشار هتقل، وفي نفس الوقت هيبقى نقدر نقول ان احنا اصبحنا على الخط النازل من المنحنى، وهو ده اللي نتمناه. ان شاء الله بشكرك شكرا جزيلا. دكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة العامة والمناعة بكلية الطب جامعة عين شمس، شكرا جزيلا لحضرتك.